حسن ابتدي معاك. يمكن بطوله صعبه الدوري بالذات، يعني يمكن الكاس احنا خدناه خلال 20 سنه اكتر من مره، ولكن ما خدناش الدوري. شايف ايه اللي يميز السنه دي واللي خلانا ناخد البطوله من وجهه نظرك؟ والله هو السنه دي، هو احنا كل سنه بنتعب فيها، بس السنه دي اكتر سنه التزمنا فيها وحطينا في دماغنا ان احنا عندنا تارجت واحد، ان احنا لازم ناخد الدوري. نعم. ما ينفعش كل سنه نخسر على ماتش او نخسر فاينل تبقى فرق في بوينت واحده او في ماتش واحد. فاحنا السنه دي قلنا ان احنا ده هدفنا. نعم. ما ينفعش النهارده، ما ينفعش السنه دي نطلع من غير ما ناخد الدوري. بس وطلعنا الدوري السنه دي من غير ولا هزيمه. يعني افهم ان التركيز والحرص على عدم خسران نقطه او مباراه بالزبط. ده كان سبب. طب ده اتعلمناه من السنوات اللي فاتت؟ احنا اتعلمنا كتير من السنه اللي فاتت، بس كان كل مره برضو بيحصل حاجه غلط احنا ما نبقاش عارفينها. لكن السنه دي لما احنا قررنا ان احنا خلاص هنلتزم وكل واحد هيعرف فين عيوبه وفين مشاكله ويشتغل عليها، ده اللي خلانا نقدر نكسبه. ان احنا كنا بنركز كل ماتش ده ماتش البطوله، يعني كنا عندنا حاجه كنا بنقولها وان مور. هي وان مور دي بجد اللي كسبتنا. ايه بقى وان مور؟ اللي احكي لك قصتها كده ما تعديش. وان مور ده فيديو كده شفناه موتيفيشنال، يعني شفناه فكان كنا مركزين في ان الماتش اللي جاي ده ماتش الدوري، ده لو كسبناه يعني كسبنا وان مور، ده اللي انا نعدي ناخد وان مور زياده. ففضلنا ده فيديو لمين؟ وان مور وان مور. فيديو لمين؟ ده فيلم اسمه هاكسو ريدج. طب ده لا تخليني اشوفه ابو كباب. ده فيلم خطير. ده فيلم كامل ولا عشان ما عنديش وقت ابو كباب؟ النبي الله يكرمك، هو فيلم كامل. طب اديني الحته اللي فيها. ابعت لك الفيديو ابو تشوفه خمس دقائق. اخلص ابعت لي اللينك بعد كده والنبي وهشوفه بجد مش هزار. وخلي بالك هنفضل فاكرينها يعني، ومش بعيد ان انا اقطع حاجات واجيبها يعني، فاهم؟ دي مهمه جدا. لا طيب انت اكيد محتاج تشكر حد يعني، اكيد طبعا في الوقت اللي احنا فيه والتضحيات، واكيد في ناس حواليك كتير تعبوا. واسمح لي النهارده انا اسال ضيوفي السؤال ده، لان اكيد في ناس ورا الكواليس كان ليهم دور كبير على المستوى الشخصي مع كل واحد انه يقدر يبقى متفرغ او مركز. تحب تشكر مين؟ والله انا اشكر اول حد اهلي. اهلي تعبوا معايا قوي يعني، ويعني ان هم بيحضروا كل حاجه لليوم، وان هم بيساعدونا وبيدونا سبورت في كل حاجه. فاهلي تعبوا معايا قوي السنه دي يعني. واشكر خطيبتي برضو يعني جيت عليها كتير. انت مستأذنة كل اسمها؟ اسراء. اسراء بالظبط. خطيبتي دي كده، انما اسراء طبعا اكيد يعني عيلتك وخطيبتك. طيب شايف اي لاعب محتاج دعم، ولا ممكن اللعيب مش محتاج دعم ويبقى راجل ويسد، ولا انت شايف الدعم ده مهم ولا لا؟ محتاج طبعا. طبعا طبعا ما ينفعش، مش هتعرف تكمل من غير ما يبقى في سبورت او اي دعم من اي حد. وصحابي برضو كان ليهم دور كبير يعني، ان هم كانوا بيجوا الماتشات وبيجوا التمارين. فعلا؟ طبعا. صحابك في الجامعه ولا فين؟ في كل حته الحمد لله. خلصت جامعه صح؟ وفي الجامعه. انت خلصت بس لسه مكملين مع بعض يا صحاب يعني. بتوع الجامعه وبتوع فرقتي القديمه برضو اللي هم بطلوا دول يعني مواظبين لحد دلوقتي، بيجوا كل الماتشات. حلوه الروح دي. خليني بقى اروح لعبد الرحمن برضو، احنا كنا مع بعض في بعد بطوله الكاس ونورتني وشرفتني هنا. وانا فاكر وعدت انت ومحمود فياض واللعيبه، قلت لنا هناخد الدوري. إيه يعني برضو نفس السؤال اللي سألته لحسين، إيه المختلف؟ إيه المختلف عن كل سنة خلينا ناخد البطولة السنة؟ والله يا كوتش إحنا كل سنة بنحاول يعني، ما توفقناش الحمد لله قبل كده، بس كل سنة بتفرق معانا على ماتش تقريبا يعني. إحنا في الفترة اللي فاتت دي إحنا معظم الوقت تاني يعني، كذا فرقة خدت البطولة وإحنا التاني برضو. نعم. بس السنه دي الحمد لله يعني اتمرنا سنه لحد ما خلصنا الدوري وفضلنا مركزين يعني الحمد لله، وربنا كرمنا بقى في الاخر. طيب كل الكبات اللي قاعدين معايا دلوقتي في السيجمنت ده او في الفقره دي كلهم مواليد التسعينات، 96 95، فما لعبتوش انتوا دوري 2000 ولا 2003 ولا 2002؟ قعدتوا اربع شهور اوف سيزون ما بين كاس مصر والدوري. ايه التحدي اللي كان في الاربع شهور دول معاكم؟ ازاي قدرتوا تعدوا الملل بتاع الاربع شهور دول؟ احنا كنا بنشجع بعض، ويعني اي حد بيقع كان التاني بيحاول يفوقه، عشان كان عندنا التارجت ده كان مهم قوي بالنسبه لنا يعني، ما كناش هينفع نسيبه كده كده. سواء حطيتوا هدف ليكم. اشتغلتوا عليه فما حسيتوش بملل؟ لا. الحمد لله فرق معانا يعني الموضوع ده. طب انت وحسن اخوات، انت بتلعب مركز ايه؟ باك. هوف. طب انتوا يعني بتوجهوا بعض ازاي؟ انا عايز اللي بيحصل في الكواليس، ايه بتقولوا لبعض ايه؟ انا شايف يعني الكباتن بيضحكوا، بس انا عايز اعرف يعني انت بتقول له ايه ساعات؟ يعني انت بتقول لعبد الرحمن ايه؟ توجيهاتك لايه؟ ايه توجيهاتك لحسن؟ انت بتبقى انتوا لو مركز واحد ممكن يعني مش انما مركزين؟ احنا بنلعب برضه ساعات في نفس المركز. فعلا؟ اه. طب بتوجهوا بعض بالله عليكم، قولوا لي بتقولوا ايه؟ يعني انت بتقول لاخوك ايه؟
يعني عادي انا بقول له شيلني مثلا الهجمه دي، انا اشيله الهجمه اللي بعدها كده يعني. اللي هو يعني يا اخويا اسند عليه، استر عليا يا ربنا، مع اي حد برده في الفرقه مش طبعا مش يعني انتوا كلكم اخوات، بس انا بتكلم بقى. طب انتوا لما بتروحوا بالليل بتكلموا يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه الديالوج اللي بينكم كاخوات مختلف عن باقي اللعيبه؟ بنشوف بعض في النادي اكتر من في البيت يعني. هو بيروح الشغل الصبح وانا بروح الشغل الصبح ونتقابل في التمرين ونروح بقى كل واحد على اوضته خلاص كده. بتشوفوا بعض اللي في التمرين تاني يعني زمايل؟ احنا اصحاب اكتر. بالظبط احنا اصحاب اكتر من اخوات يعني. بس حلو قوي حلو قوي يبقى اخين مع بعض في نفس المكان، وده شغله وده شغله. جميله جدا، انا سعيد بكم جدا. الحمد لله. خلينا بقى نروح لكابتن احمد فؤاد يعني. بس الاول لا استنى، انت تروح فين؟ انت عايز تشكر مين؟ قول لي. مش هتعدي كده يعني. ابويا وامي الصراحه اهم حاجه، واخواتي دول اكتر حد بيساعدني في حياتي يعني، واصحابي طبعا برضو بيجوا لنا كل الماتشات يعني. حتى هم مش يعني ما كانوش يعرفوا اللعبه خالص، بس بقوا يجوا يتفرجوا كل الماتشات عشان. مش خاطب زي حسن ولا حاجه؟ لا ولا لسه لسه ان شاء الله. الحلقه الجايه تقول لنا بقى خاطبت باذن الله ان شاء الله.